أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار البلد. حلقة اليوم ننقلها لكم من المؤتمر العلمي السنوي لقسم علوم الحاسب الآلي بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي. طبعا احنا النهاردة في حدث مهم جدا، لان احنا المؤتمر ده هنلاقي فيه الكثير من المعلومات، الكثير من المشروعات، وايضا حدوث طفرة غير مسبوقة حدثت في الأكاديمية الحديثة تحت قيادة الأستاذ الدكتور نبيل دعبس، وإلى فعاليات المؤتمر. قبل ما ننتقل إلى فعاليات المؤتمر، بنلتقي بالأستاذ الدكتور محمود جدالله نائب رئيس الأكاديمية. أهلا بسيادتك. أهلا بيك يا أستاذ سعد، وأهلا بقناة مصر البلد، وبحيي قناة مصر البلد على اهتمامها بالعملية التعليمية وتغطية الأحداث اللي زي كده اللي تهم مجتمع الدولة كلها في صدد هذه الأيام، وإحنا مهتمين والدولة مهتمية بتطوير العملية التعليمية في مصر، فيهمنا جدا إن المجتمع يعرف اللي بيحصل في المؤسسات التعليمية. مودرن اكاديمي انا شايفها النهارده بترتدي ثوب جديد، يا ريت تكلمنا سعادتك ايه التطوير والتحديث اللي حصل في داخل الاكاديميه. بمناسبة النهاردة أتكلم الأول قبل ما أتكلم عن التطويرات اللي حصلت بعد إذن اتفضل. سعادتك، إنه النهاردة إحنا بنعقد المؤتمر العلمي السنوي لقسم علوم الحاسب، وهذا المؤتمر هو حدث سنوي بنكرره كل سنة. هذا المؤتمر هو مجتمع اجتماع مهم جدا بيضم كل اطراف العمليه التعليميه، بيضم عينه من الطلبه، بيضم عينه من الخريجين، بيضم عينه من اولياء الامور، بيضم جهات من سوق العمل الذي يهتم بمجال الحاسبات والمعلومات، بيضم اعضاء التدريس وجهات اخرى اللي مهتميه بالعمليه التعليميه. هذا الحدث الغرض منه ان احنا بنقف عند ما تم خلال عام مضى وما هو مطلوب لتطوير العملية التعليمية في المستقبل، فبنسمع آراء الخريجين، آراء أولياء الأمور، آراء الطلبة، كل الضيوف اللي بيشرفونا بيقولونا، جهات العمل بتقول لنا الخريج عايزين منه ايه، وبالتالي احنا بنطور مناهجنا وبنطور العمليات التعليمية بحيث ان احنا نحقق في الخريج المواصفات المطلوبة لسوق العمل. أنا شايف سعادتك زي ما قلنا مودرن أكاديمي النهارده، يعني الإدارة لم تبخل عليها بشيء، وأعتقد إن أنتوا يعني النهارده فعلا بترتدوا ثوب جديد. شايف المعامل، شايف القاعات، شايف كل جزء في الأكاديمية النهارده تم تحديثه. وكلمنا عن التحديث ده ورحلة التحديث بدأت إمتى؟ الحقيقة بيرجع التحديث من إيمان مجلس الأمناء للأكاديمية برئاسة الأستاذ الدكتور نبيل دعبس، وعضوية الدكتور وليد دعبس ودكتور توسن دعبس ودكتور ألفت كامل. الحقيقة لا يبخلوا ماديا على كل ما هو جديد وكل ما هو يمكن من تأدية العملية التعليمية وتطويرها لمواكبة التطورات، وخاصة في مجال الحاسبات والمعلومات. الحقيقة احنا يعني ما صدقنا العام الماضي انتهى وبدأت الأجازة، وبدأ العمل على قدم الوثاق خلال فترة الأجازة الصيفية كلها. الناس هنا ما كانتش بتنام، الدكتور وليد دعبس كان على رأس العمل ورأس الناس، وهي شغالة ليل نهار تقريبا، يعني الناس بتروح الصبح، عمل مستمر وعمل دؤوب لتطوير كل ما هو بالأكاديمية. المعمل اتفضل. الحقيقة يعني التطوير شمل المعامل، شمل قاعات التدريس، شمل بعض المدرجات والتي ستكمل إن شاء الله في يعني لما بدأت الدراسة في العام الحالي ما قدرناش نستمر في العمل عشان العملية التعليمية مستمرة، لكن احنا على وعد إن شاء الله بنهاية هذا العام الدراسي هيكون المبنى هنا مبنى كله تقريبا بيعمل آليا، بما فيه حتى حضور وغياب، تسجيل حضور وغياب الطالب هيتم بطريقة آلية. أنا طبعا دخلت المعمل السنة الماضية لم يكن بهذه الإمكانيات، كلمنا عن التطوير اللي حدث وإيه الإمكانيات اللي موجودة داخل هذا المعمل اللي احنا فيه، وده نموذج من المعامل اللي موجودة في الأكاديمية. لا احنا تم تطوير، احنا إمكانياتنا هنا 7 معامل حاسب كلها بنفس التجهيزات اللي احنا موجودين فيها النهاردة.
الحقيقة التغيير شمل حتى التأسيس نفسه بتاع المعمل، زي ما حضرتك شايف كل البنشات اللي عليها الأجهزة تم تغييرها بالكامل، الأجهزة بالكامل تم تغييرها بالكامل ورفع مواصفاتها الفنية. كل الأجهزة اللي عندنا كلها i5، مواصفات عالية جدا تكفي لكل البرامج المطلوبة للعملية التعليمية في كل المقررات الدراسية اللي بيدرسها طالب علوم الحاسب. زي ما محتويات المعمل، طيب محتويات المعمل حضرتك زي ما انت شايف عندنا 32 جهاز حاسب. كل طالب، وما احنا ما بنزودش عدد الطلبه في الكلاس روم عن 32، بحيث ان كل طالب يبقى قاعد على جهاز اثناء التطبيقات العمليه. تمام. فعندي 32 جهاز زائد جهاز للانستراكتور العضو الهيئه التدريس اللي واقف هنا. تمام. بيبقى له جهاز خاص بيه عليه الشغل بتاعه، وبيعرض من خلال جهاز عرض بيانات داتا شو على قدام الطلبه، بحيث ان هو يقدر كل الطلبه تشوف التمرين العملي اللي بيتطبق ويقدروا هم يطبقوا. ودايما احنا بنحط كمان 2 من اعضاء الهيئه المعاونه في اثناء العمليه التطبيقات العمليه، بحيث ان واحد بيشرح والتاني بيمر على الطلبه، علشان زي ما انت شايف حضرتك حتى الشاشه بتاعه الداتا شو بنتحكم فيها اليا الريموت كنترول اهوت، بحيث ان هو الانستراكتور مش لازم يضيع وقته ويروح ويجي في المعمل ويقدر يتحرك براحته يعني. صحيح. المعمل برضو من ضمن تكويناته زي ما حضرتك شايف في 2 راوترز، لان الاجهزه كلها مربوطه على نتورك. تمام. وكلهم متوصلين بشبكه المعلومات الدوليه الانترنت من خلال سيرفر عندنا في السيرفر روم موجوده بره المعامل كلها. تمام. من ضمن برضو تجهيزات المعمل زي ما حضرتك شايف 2 بنسموهم نتورك برينترز، بحيث الطالب هو قاعد مكانه، وهو قاعد مكانه يقدر يطبع التمرين بتاعه ويقدر ياخده على هارد كوبي يعني. برضو من ضمن تجهيزات المعمل زي ما حضرتك شايف برضو في جهازين هم على جانبي البابين لتسجيل الحضور وغياب الطالب. مش هو في بصمه، لكن الطالب هنحط له في ار اف اي دي على الاي دي بتاعه بتاع الاكاديميه، بحيث ان هو داخل بيمرر الاي دي قدام الجهاز بيتسجل حضوره اوتوماتيك على النظام، بحيث ان احنا ما يضيعش وقته في انه الانستراكتور ما يضيعش وقته في ان هو يتمم على الطلبه ويشوف مين اللي موجود. حضرتك اتكلمتنا عن المعامل، اتكلمنا عن المدرجات وعلى العدد والتطوير اللي حدث فيها، لان احنا الصوره قدامنا يعني مش هتجذب يعني الصوره الحقيقيه يعني. الحمد لله بدانا نطور المدرجات، احنا تم تطوير مدرجين فعلا. برضو يعني كل التجهيزات اللي في المدرج تم تغييرها، داتا شو، تنجيد كراسي جديدة، وايت بورد جديدة، ستاير جديدة، المدرجات بالكامل يعني اتغير تقريبا المدرج بالكامل يعني. اسمح لي يا دكتور، ده انا يعني حتى الحمامات دخلتها يعني. انت حضرتك هنمر على الحمامات دلوقتي ونشوف يعني حضرتك شايفين حمامات يعني معلش يعني ولا فنادق 7 ستار، مش هقول 5 ستار. صحيح. حضرتك هتشوف وهتشوف يعني كل ده اتغير تغيير كامل جذري. تمام. عندنا كمان الكلاس رومز او السكاشن اللي الطلبه بتاخد فيها سكاشن تيوتوريال. السكشن بيسع 37 كرسي. تم تغيير الارضيه بالكامل، بقت رخام. تم تغيير الوايت بورد، التركيب ستاير، بقى في برضه جهاز البصمات في السكاشن. يعني العمليه بصراحه المبنى خد مجهود كبير جدا في تطوير الامكانيات الماديه اللي موجوده في. اسمح لي يا دكتور، يعني مش كل يعني أصحاب المؤسسات التعليمية بيعملوا كده، يعني بيكتفوا بالربح، لكن أنا هنا شايف النظرة مختلفة، إنه يعني اتصرف كتير على المبنى دون النظر إلى الربح ودون النظر إلى العملية التعليمية نفسها. الحقيقة زي ما بدأت كلامي وقلت ده من إيمان مجلس الأمناء بأن هم يهتموا بتطوير العملية التعليمية بصرف النظر عن الربح او غيره. على فكره يعني مصروفات الطالب هنا ما هياش بالقدر زي الاماكن طبعاً الاخرى. صحيح. مصروفات الطالب متواضعه جدا مع الامكانيات المتاحه ديت، وانا اتمنى ان شاء الله بعد المؤتمر ان اولياء الامور يطلعوا معانا ويمروا ويشوفوا الامكانيات اللي موجوده ويمروا يشوفوا التجهيزات اللي تمت خلال فتره الصيف اللي فاتت، وهنستمر ان شاء الله بحيث ان المبنى ده هيبقى نموذج لمبنى تعليمي نقدر نقول يعني فول اوتوميتد ان شاء الله. ان شاء الله. تسمح لنا سعادتك نتابع فعاليات المؤتمر مع حضرتك؟ تفضل يا فندم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والآن مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور عمر صقر عميد الأكاديمية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. احنا هنا في الأكاديمية بنعتبر هذا اللقاء لقاء حب يجمع ما بين أساتذة وأعضاء هيئة التدريس، بيعطوا ويبثوا كل الحب لأبنائهم الطلبة والطالبات، وأيضا لقاء حب بيجمعنا مع شركاء الأكاديمية اللي هم الأطراف المجتمعية، سواء كان أولاء أمور أو شركات أو مؤسسات، فلهم منا كل التقدير والحب والشكر، كل التقدير لما يقوموا به، سواء كان أولياء أمور أو أطراف مجتمعية أو مؤسسات أو شركات، وكل الحب لأننا نبادل، الأكاديمية تبادلهم هذا الحب لما يقدمونه من مساندة لنا. ومنظومة الحب هذه هي التي دائما ينتج عنها النجاح. لا يمكن أن تحقق مؤسسة النجاح إلا إذا كان الحب موجود بين كل الأطراف. لكل مؤسسة ثقافة وهدف، وثقافة الأكاديمية وهدفها هو الطالب. كل من في الأكاديمية يسعد ويسعى ويقدم أقصى ما يمكن للطالب. الأكاديمية بتعتبر الطلاب هم أبنائنا، لو إحنا الأساتذة الكبار أو أخواتنا الصغيرين، وبالتالي فعلاقة الحب هذه دائما ما تثمر عن إنجاز. الأكاديمية لا تدخر وسعا، لو خدنا الإمكانيات المادية إزاي إحنا نقدر نخرج أو يبقى طالب خريج قادر على التنافس في سوق العمل. الأكاديمية لا تهتم فقط بالمعرفة، ولأن ده مهم جدا، لكن بجانب المعرفة الأكاديمية تسعى إلى أن يكون هناك خريج يتوافر له شخصية متميزة. فنحن نعمل دائما وأبدا، وهدفنا هو الشخصية، شخصية هذا الطالب. هذا الطالب سوف يدخل معترك الحياة، قد تكون المقررات العلمية تساعده في جزء من هذا المعترك، لكن الجزء المهم الآخر هو شخصية هذا الطالب، وبالتالي نحن بنبذل مجهود على تطوير وتنمية قدرات هذا الطالب. التنمية قدرات ومهارات الطالب تتطلب عديد من المهارات والمعارف والأنشطة، زي ما تشوفوا حضراتكم احنا بنكرم النهاردة، بنكرم طلاب في أنشطة مختلفة، أوائل ومسابقات، طلاب مثليين ومشروعات ومسابقات رياضية وغيرها، لأن احنا بنؤمن أن شخصية الطالب هي العامل الأهم في الحياة فيما بعد. لتوفير وتنمية هذه الشخصية، احنا الأكاديمية عندها إمكانيات مادية تتمثل، احنا السنة دي في المبنى ده تقريبا حدث تطوير شامل، زي ما سعادة الدكتور محمود هيتكلم، للمعامل والمدرجات، بجانب المعارف تطوير في المناهج، احنا تقريبا غيرنا او طورنا لائحة الإدارة وثم نظم المعلومات، وسعادة الدكتور محمود هيتكلمكم عن تطوير لائحة علوم الحاسب. فاحنا بنسعى في كافة المجالات سواء مادية أو المقررات واللوائح، يضاف إلى أعضاء هيئة التدريس. إحنا آخر مجلس إدارة عيننا أكثر من 10 أعضاء هيئة التدريس، دول بيمثل أعضاء التدريس في مؤسسة،
احنا بيعينهم في مجلس اداره واحد في اخر مجلس اداره، وبالتالي عندنا اكتر من 250 عضو هيئه تدريس وهيئه معاونه لخدمه وتقديم العمليه التعليميه لابنائنا الطلاب. انا بقول طلاب علوم الحاسب محظوظين، محظوظين لاكتر من سبب. السبب الاول طبعا محظوظين بالقسم العلمي والاساتذه العظام اللي بيدرسوا لهم والهيئه المعاونه والاداريين، ومحظوظين كمان بسعاده رئيس القسم الاستاذ الدكتور محمود جدال اللي هو تقريبا بيدي كل وقته هو وزمايلنا واولادنا الهيئه المعاونه للطلاب هذا القسم. الحظ الثاني ان القسم ده موجود في فرص عمل ليه في السوق. صناعه المعرفه تتطور اكثر من اي صناعه، وبالتالي بتخلق فرص عمل اكثر من اي قطاع اخر. وبالتالي مشكله البطاله مش هتبقى موجوده ان شاء الله بين خريجين متميزين زي خريجين قسم علوم الحاسب. التميز الثالث طلاب القسم بما انهم متميزين فيستطيعوا ليس العمل في داخل مصر فقط، ومش محتاجين هجره شرعيه او غير شرعيه، يمكنهم العمل داخل مصر في اي مكان في العالم، وده نتيجه العلماء وثوره المعلومات، وبالتالي ممكن ان يتقاضى اجور عالميه وهو يعمل من داخل البلد. فده ميزه اخرى لطلاب هذا القسم. احنا بنعول، احنا دايما بنسعى للتطوير وللتحسين، ودايما مفيش سقف لتوقعاتنا لخدمه اولادنا طلابنا وبناتنا، ودايما بنقول ان هدفنا كلنا وبنيجي عشان خدمه هؤلاء الطلاب والنهوض بالعمليه التعليميه، وبالتالي بنعتبر ان المعرفه هي الثروه الحقيقيه لاي دوله. ثروه الامم قبل كده كانت تقاس بيها حاجات كتير، في الوقت الحالي ثروه اي دوله تقاس بالمعرفه. وبالتالي حضراتكم كخريجين واعضاء التدريس وجزء مهم جدا من ثروه هذا البلد، وبالتالي اذا مصر واي دوله ارادت ان تتقدم ليس امامها الا بديل واحد هو المعرفه والتعليم والتعلم، فيما اي طريق اخر ده لن يؤدي الى التقدم. احنا بنضع لبنه بسيطه في الوصول الى تنميه والوصول بالمجتمع المصري الى مجتمع المعرفه، وبمساعده شركائنا واولياء امورنا والمؤسسات والهيئات بنقول بنعد حضراتكم دائما ان احنا هنتطور ونلاحق التقدم سواء في مناهجنا او اعضاء التدريس او خدمه طلابنا، ونتمنى للكل ولطلابنا وخريجينا كل تقدم ونجاح في الحياه العمليه، وشكرا. والان مع كلمه وعرض التقديم للسيد الاستاذ الدكتور محمود جاد الله وكيل الاكاديميه ورئيس قسم علوم الحاسب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله، واهلا ومرحبا بحضراتكم في الاكاديميه الحديثه لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الاداره في قسم علوم الحاسب. في البداية أتشرف بعرض الغرض من هذا المؤتمر اللي بنكرره كل سنة. هذا المؤتمر هو المؤتمر العلمي السنوي لقسم علوم الحاسب. الغرض من المؤتمر ده هو لقاء الأطراف المهتمة بالعملية التعليمية بغرض الوصول إلى نقاط نشترك فيها جميعاً بهدف تطوير العمليه التعليميه، التطوير المستمر. حضراتكم عارفين مجال الحاسبات والمعلومات يعني التغير فيه تقريبا مش هنقول كل يوم، يمكن كل لحظه. وبالتالي مطلوب مننا نواكب هذا التطور. ومش هنواكب هذا التطور الا اذا استمعنا من كل الاطراف المهتمه بالعمليه التعليميه. طالب، خريج، ولي امر، سوق عمل، اعضاء هيئه التدريس، الجهات المجتمعية المهتمة بالعملية التعليمية كلها، واللي المفروض نحط ايدينا في ايدين بعض لتطوير العملية التعليمية في مصر كلها. طبعا عندنا عملية الجودة وجودة التعليم، لكن ده مش مبرر ان احنا ما نقومش بدورنا اللي المطلوب مننا، مش المعنى ان احنا ناخد شهادة اعتماد الهيئة القومية للجودة يبقى احنا كده وصلنا للتوب. المفروض عملية الجودة ملهاش سقف، جودة التعليم ملهاش سقف، دايما العملية التعليمية في طمع مستمر. وده يعني متهيألي العصر بيقول كده ومواكبة التطور بتقول كده. احنا يعني لو شفنا كان في فيديو بسيط كده معروض من احد الشباب
ان تقريبا الكمبيوتر ده هيحل محل كل حاجة حتى زراعة الارض الزراعية. احنا كل سنة بنروح معرض كتاب وبنشتري كل ما هو جديد يعني في مجال الكمبيوتر، واخر مرة احنا شاريين تقريبا 18 كتاب يعني فيها لغاية ايديشن 2018، يعني في حاجات فعلا كوبرايت 2018. المعامل اللي اتكلمنا عليه، احنا عندنا امكانيات المعامل، عندنا معامل الكمبيوتر بتاعتنا، عندنا 7 معامل، كل معمل فيه 32 كمبيوتر، عندنا معمل فيزيكس، عندنا معمل الكترونيكس، عندنا معمل شبكات، امكانياتنا عشان نبين امكانياتنا يعني الفاسيلتيز بتاعتنا اللي موجوده والسعه او الكباستي اللي ممكن تستوعبها المدرجات بتاعتنا دي. عندنا 5 مدرجات في القسم هنا، كل واحد قدامه السعه بتاعته، بتوتال 620 طالب في المدرجات. عندنا الكلاس رومز او التوتوريالز، عندنا 13 كلاس روم في 37 كل واحد بسعه 481 طالب. عندنا المعامل زي ما قلنا 7 في 32، لو جمعنا ده كله احنا نقدر نستوعب 1357 طالب. احنا القسم فيه 1100 طالب او 1130 طالب، فاحنا يعني نقدر نستوعب طلبة اكتر. ده يعني معدل التحاق الطلاب بينا في السنوات المختلفة. طبعا كان في بيك كبيرة هنا، هيت دي السنة اللي نزلوا فيها المجموع بس بتاع القبول للأكاديمية شوية، احنا بناخد رياضة بس في قسم علوم الحاسب، وبالتالي بنزلوا المجموع القبول فالعدد جالنا 500، والحمد لله احنا يعني السنة دي في ناس كتير جاية بس مجموعها ما يجيش عندنا. يعني هو احنا اللي بيحدد لنا المجموع مكتب التنسيق بتاع وزارة التعليم العالي، فاحنا مش بايدينا الاعداد دي نفسها يعني، لكن الحمد لله في اقبال. يعني السنة اللي فاتت كانوا 255، السنة دي 275، واعتقد ان احنا لسه ما استقبلناش التحويلات. نتائج السنة اللي فاتت دي نتائج قدام حضراتكم، سنة أولى تانية تالتة رابعة. احنا عندنا نظام الامتحان، عندنا يناير ومايو نتيجتهم بتطلع في مايو اللي هي بلازر ديت، وعندنا دور أغسطس بيتيح للطالب اللي اللائحة بتاعتنا بتقول كده، يعني الطالب اللي عنده مادة 2 3 من حقه يخش دور أغسطس فيهم عشان ما يطلعش بيهم للسنة اللي بعد كده، انما لو يعني نجح في ماده واحده يطلع بالمادتين. هو طبعا ما يطلعش السنه اللي بعدها غير لازم يكون ماكسيمم معاه مادتين، فاللي عنده لحد ثالث مواد عنده فرصه في اغسطس يحسن ينجح فيهم يعني، او يعني على الاقل يخفف من عليه يعني، فالنتيجه بترتفع بعد دور اغسطس زي ما حضراتكم شايفين. طبعا النتيجه عندنا سنه اولى 74%، ثانيه 84، 89، 90. طبعا واضح كل ما الطالب يتعود على نظام الدراسه وبيبقى يعني سهل ان هو يتواكب مع الامتحانات بتاعه. طبعا هي بتبقى بس الصدمه في سنه اولى، الطالب بيبقى طالع من ثانويه عامه، واحنا عارفين نظام الثانويه العامه ونظام السفره، وطالع بالمعلقه بيدوا له ويوري له طريقه الحل ازاي، ما خدش على انه طبعا علوم حاسب معناها انه لازم يعمل اناليسيز، لازم يبقى عنده القدره على التفكير والابتكار ويقدر يحل مسائل بنفسه ومشاكل بنفسه، فطبعا بيبقى في صدمه شويه في النتيجه. عشان كده التواضع في النتيجه بتاع سنه اولى بتيجي من النتيجه من السبب ده. نتمنى بعد تغيير الثانويه العامه كده ان شاء الله يبقى احسن، يعني ما يبقاش في فجوه كبيره بين التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي. يعني احنا دي بنشجع الطلبه طبعا المتميزين وبنديهم يعني زي ما حضرتك شايفين احنا بين يعني في بعض التقييم، الطالب يحس ان هو مقيم وما بنميزه الحقيقه وبنتعامل معاه بطريقه. برضه من ضمن الحاجات اللي بنعملها للطالب المتميز الحقيقه ان انا برع الطالب المتفوق لو هو مستواه متفوق، واحنا في كليه عمليه يعني انا دايما بحفز الساده اعضاء التدريس زمايلي واعضاء الهيئه المعاونه انهم يتعاملوا معاه بطريقه مختلفه عن الطالب العادي. يعني اديله بروجكتس، اديله مشاريع، اديله تاسكات تكون مستواها اعلى هو يقدر ينفذها عشان ما يحسش ان هو بيضيع وقته مع الطالب اللي مستواه متوسط او متواضع. فبرضه ده احنا بنرعى الطلبه المتفوقين من هذا المنطلق. وبرضه دخلنا نظام السمول بروجكتس
من خلال المقررات نفسها. يعني كل سبجكت مش كل يعني السبجكت اللي فيها عملي بندخل فيها سبجكت بروجكت بحيث ان الطالب يتدرب من اولى وثانيه وثالثه على ازاي يعمل مشروع. برضو احنا بنراعي الطلبه اللي هم مستواهم متواضع، وده دايما انا اقوله التعليم الخاص عليه مهمه خاصه. احنا معروف ان احنا بناخد طلبه ما قدروش يخشوا مستوى جامعات الحكومه، يعني مجموعهم في الثانويه العامه متواضع. اذا علينا عبء اكبر، اذا علينا مجهود اكبر علشان اعوضه الجزء اللي ناقص عنده. ده بيجي بايه؟ ان انا براعي الطالب المتعسر، ده بعمل له جدول لوحده، جدول المتعسرين، بيبقى فيه لقاء يعني جدوله رسميه خارج الجدول والخطه الدراسيه اليوميه العاديه. بيبقى في لقاء مع دكتور او مع عضو الهيئه المعاونه في الماده اللي متعسر فيها، بيجي يسجل في مكتبي انا متعسر في مقرر كذا وكذا، بينزل في الجدول وبيعلن له الجدول اللي هو بتاعه، والجدول ده متعلق على المكاتب بتاع اعضاء التدريس والهيئه المعاونه، بحيث في الوقت ده يقدر يروح يقابل الدكتور. ده بالاضافه للساعات المكتبيه طبعا اللي هي دي يعني ماست علينا كلنا، ان الدكتور والمعيد عنده وقت فاضي ما بيديش فيه محاضرات او معامل او اكسرسايز، فبيبقى قاعد في مكتبه مستني اي طالب يساله في اي حاجه. يعني احنا بنحاول برضو نوجد تدريب ميداني للطلاب بتوعنا، وبنتعشم من المجتمع انه يساعد في هذا الاتجاه، لان انا ليا لوم على مجتمع العمل في مصر ما بيساعدش مؤسسات التعليم. الطالب احنا انتوا عايزينه يتخرج يعرف يشتغل، طب احنا لما اقول له يطلع من ثانيه لثالثه ومن ثالثه لرابعه روح للجهه الفلانيه اتدرب، اديني فرصه علم لي كم طالب، درب لي كم طالب عشان يحس بالحياه العمليه، ولما يتخرج يبقى مؤهل ان هو يجي لك يشتغل معاك بعد كده. لكن للاسف الجهات ما بتساعد. لكن انا بشكر يعني الحقيقه البنك الاهلي المصري انه بيستوعب عدد كبير دايما في التدريب بتاعنا، ويمكن يعني الحقيقه الحمد لله حتى من نتيجه تدريبهم هم جربوهم وعينوا منهم عدد كبير. يمكن السنه اللي فاتت كان معانا مديره الاتش ار بتاع البنك الاهلي وقالت ان انا عينت 150 واحد من مودرن اكاديمي خلال سنتين. فطبعا يعني ده معناه ان هم اقتنعوا بيه من خلال التدريب. جامعه الدول العربيه برضو بتساعدنا، والحقيقه احنا بنعمل معاها بروتوكول دلوقتي انها تعمل لنا نظام المحاكاه لكل نظام الجامعه الدول العربيه، بحيث ان التدريب يتم عندنا هنا بواسطه مدربين من عندهم. يعني طبعا مايكروسوفت، وفي الحقيقه جهات كتير بتساعدنا في هذا الموضوع، وهيئه البترول طبعا احنا يعني بس اتمنى انهم يزيدوا الاعداد شويه. كل شركه بتبعت لنا 5 3 4، مش ده اللي هيستوعب العدد. احنا عندنا في الاكاديميه ما بين علوم حاسب واداره ونظم معلومات حوالي 7000 طالب، فيعني انا عايز ادرب دول كلهم، يعني على الاقل ندرب كل اللي طالع من ثالثه الرابعه. خط الشركات ان شاء الله نساعدكم. شرفنا بيه، متشكرين جدا. طبعا برضو بيبقى في احنا بنراعي الطلبه من ناحيه المحاضرات الاستعواضيه، لو في حد دفعه بالكامل او مجموعه بالكامل قالت احنا عايزين محاضره استعواضيه، تمرين زياده، معمل زياده، الكلام ده كله بيتم برضو ما فيش مشاكل. عندنا احنا بنعمل نظام برضو الحقيقه بير تو بير ليرنينج، ان انا بخلي الطالب المتميز اللي حاصل على دوره معينه ويعني قادر انه يدرسها لزمايله، بوفر له المكان والامكانيات اللي يقدر يدرس بيها لزمايله هذه الدورات. فدي كلها الدورات دي بيقوم بيها طلبه، وطبعا برضو المعيدين الحقيقه ما بيتاخروش عن زمايلهم. انا بس عايز مش هطول في الكلام ده، عايز انوه على حاجه معينه الحقيقه، انه ان شاء الله احنا بصدد باذن الله مجلس الاداره موافق على ان احنا نحاول نعمل نظام لنخرج خريج سيرتيفايد من جهات عمل معترف بها في سوق العمل. يعني احنا بنقترح حاليا 3 تراكس، مايكروسوفت واوراكل وسيسكو. نتمنى ونتعشم ان الجهات المدربه تساعدنا في هذا الاتجاه، بمعنى انا عايز الطالب في ال4 سنين يدرس كورسات مؤهلة إلى أنه في آخر ال4 سنين يخش امتحان مايكروسوفت ويبقى سيرتيفايد من شركة مايكروسوفت نفسها. يبقى هو بيستلم البكالوريوس هياخد معاه إيه؟
شهادة سيرتيفيكيشن من مايكرو، شهادة معتمدة من مايكروسوفت، اشتغل بيها دوليا منين ما هو عايز. برضه عايز اعمل الكلام ده بالنسبة لأوراكل، وعايز اعمل الكلام ده بالنسبة لسيسكو في الشبكات الحاسبة. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل لتعاقدات مع الجهات المعنية بهذا التدريب، ومجلس الإدارة موافق على ان احنا نعمل ان شاء الله هذا. والحقيقة في بعض الجهات بالذات مايكروسوفت من خلال ايتك قدموا بروبوزل لبرنامج مايكروسوفت. انا عايز الطالب يدرس في السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه مقرر اضافي او مقررين اضافيين غير الدراسه الاكاديميه بتاعته طبعا، وبحيث ان هو في الاخر يبقى مؤهل انه يخش الامتحان بتاع السيرتيفيكت ديت ويتخرج مؤهل جاهز لسوق العمل. ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نعمل هذا الكلام. في النهاية أنا بشكر حضراتكم على اهتمامكم بالحضور ومشاركتكم الفعالة، وأتمنى إن شاء الله إن احنا نخرج بتوصيات تبقى مفيدة للسنة الجاية إن شاء الله، إن احنا نقدر نطور ونحسن العملية التعليمية بتاعتنا. أشكركم. دلوقتي مع كلمة الباشمهندس فتحي عفارة من شركة الجيل، اتفضل. انا هقدم الباشمهندس فتحي لان له معايا تاريخ طويل. لا شرف لينا. ربنا يخليك. الحقيقه الباشمهندس فتحي صاحب شركه الجيل للاجهزه الطبيه، ويمكن احنا تعاملنا مع بعض اكتر من 15 سنه دلوقتي، وانا بنشئ قسم الهندسه الطبيه في الكليه الفنيه العسكريه. الباشمهندس فتحي من اصحاب الاعمال الداعين إلى العلم والتعليم والبحث العلمي. أول شركة ألاقيها عاملة R&D في مقر الشركة. مش كل الناس البيزنس بيعملوا هذا الكلام. الباشمهندس فتحي كان بيدينا أجهزة نعمل عليها أبحاث، دراسات عليا، ماجستيرات ودكتوراهات، ونرجعها له تاني، ما نشتريهاش. ادينا أجهزة نشتغل عليها ونرجعها له تاني دعما للبحث العلمي. انا بحييه وبشكره، وله عندي معزه خاصه وتقدير خاص، وبشكره على مجيئه النهارده. يعني شكرا جزيلا. اتفضل. الحقيقه انا يعني فخور وسعيد بوجودي وسطكم، والحقيقه يعني انا فخور وسعيد بلقائي مع الاستاذ الكبير الاستاذ الدكتور محمود جد الله، وارجو منكم من الجميع من جميع أبنائنا يستفيدوا من دكتور محمود جد الله كقامة وقيمة علمية وبحثية عظيمة. والحقيقة أنا لم أفاجئ بما رأيت من السينيوريتي والرانكينج الممتاز للأكاديمية، ويعني أدعو الله أن يكون دائما الأكاديمية مميزة ومتفوقة وعظيمة بأساتذتها العظام وطلبتها المجتهدين اللي مصر في أمس الحاجة لهؤلاء الأبناء إن هم يرفعوا بلدهم. وكلنا بنذكر إن في دول قامت على شركات، وفي دول قامت على أسماء معينة، يعني كلنا بنعرف. وبعدين يعني الحقيقة إحنا يعني لو شفنا صناعة البرمجيات الهند دلوقتي، اقتصاد الهند، أساس اقتصاد الهند مبني على البرمجيات. الدول اللي قامت عليها صناعات جديدة زي نوكيا في فنلندا وسامسونج في كوريا، دي عملت سامسونج، اقتصاد سامسونج هو اقتصاد دولة يا جماعة. فأرجو ان احنا كشباب تتاح لينا الفرصة ان احنا نبني نفسنا ونساعد. انا الحقيقة لفت نظري هذا الأسبوع حاجتين. الحاجة الأولى ان كان في تكريم من الدولة لشباب المبدعين، والدولة رصدت 400 مليون جنيه لمساعدة شباب المبدعين لابتكاراتهم. أرجو تتاح فرصة، أرجو أن كلكم تستفيدوا من هذه الفرص العظيمة لإنشاء كيانات علمية وبحثية، وكلكم بإذن الله بعد القاعدة العلمية العظيمة اللي أنتوا تعلمتوها هنا في الأكاديمية مؤهلين أن أنتوا تبنوا يعني كوادر علمية متميزة في مجالاتكم. الحاجة الثانية الحقيقة لفت نظري، أنا كنت مع مدير بنك الأهلي المصري، قال لي إحنا عندنا فرص لقروض للشباب من 3-5%. يعني أنت لو معاك فلوس بتروح تودعها في الدولة تاخد 20%، الدولة بتدي لك من 3-5% عشان تعمل مشروع. جدية المشاريع يا جماعة
والحقيقه ربنا بيدي يعني اللي بيبذل مجهود ربنا بيديله على قد عمله. والحمد لله انتم كلكم مؤهلين وتعلمتوا كويس بحيث ان انتم ان شاء الله يكونوا ليكم دور لبناء يعني اسماء عظيمه في في في, في تنفع نفسها وتنفع بلدها. والحقيقه يعني احنا في فتره انتم محظوظين جدا في انترنت في اكسسبيليتي لكل ما هو في العالم. تقدر النهارده تدخل على اي جامعه او اي شركه او اي مكان في الدنيا وتعمل داونلود للي انت عايزه. تقدر تدخل على اي فكره وتنزلها وتطورها. احنا الحقيقه عندنا يعني هنتشرف باجتماع مع الاستاذ الدكتور محمود جدول النهارده هنعرض مشروع اللي يتم تنفيذه من خلال الاكاديميه العظيمه اللي انتم بتهتموا بيها. يعني انا الحقيقه يعني بشكر الاستاذ الدكتور عمر صقر والاستاذ الدكتور محمود جدال على هذه الفرصه. بتمنى لكم جميعا كل توفيق وكل نجاح والف شكر والسلام عليكم. والان مع كلمه الساده ممثلي اولياء الامور مع بدايه مع الدكتوره نبيله السعدي تتفضل. السلام عليكم. بقدم التحية للأستاذ الدكتور محمود. طبعا أنا أسمع عن حضرتك كتير جدا ومواقف كتير جدا. فهو قبل ما يكون دكتور فهو بيعتبر أب لكل طالب وكل طالبة هنا. والكلام ده طبعا عرفته من خلال محمود ابني لما بيجي يحكي لي على المواقف والمشاكل اللي بتحصل وقد إيه إن باب الدكتور محمود بيبقى مفتوح 24 ساعة لهم موجودين في قلب الجامعة وإن هو إزاي بيحتوي مشاكلهم وبيعرف إزاي يتعامل معاهم وإزاي إن هو بيغرس فيهم القيم اللي ممكن يكون ولي الأمر مش بيشوفها كتير في البيت نظرا لانشغاله ومصاعب الحياة طبعا اللي بنمر بيها كأولياء أمور. وأنا سعيدة جدا بالحضور النهاردة في الأكاديمية وللنماذج المشرفة اللي موجودة في مصر واللي بتقدمها الأكاديمية للطلبة عشان تكون حافز ليهم إن هم ينظروا لمستقبل أحسن ويعرفوا إن مصر فيها نماذج كويسة جدا ومشرفة مش نماذج سوداوية أو أفكار سودة هدامة اللي طبعا معظمهم بيشوفوها طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي. نقول إن دول ناس عايزين يهدوا مصر لكن مصر هي كل النماذج المشرفة اللي انتوا شفتوها من أساتذة لشباب لبنات. أنا أعتبر المهندسة اللي كانت واقفة من شوية وبتتكلم عن نفسها هي 2007 وشوفوا منصبها وصل لإيه بالاجتهاد والعمل والمصابرة. بقول لكل طالب إن أنت مش أول ما تتخرج يكون سقف طموحك عالي، لا دايما حدد أهدافك هدف صغير علشان تقدر توصله وتحدد هدف تاني. خلي دايما سقف طموحك عالي وخلي دايما خططك قصيرة علشان توصل ليها بسهولة. وبالتالي أتمنى أن أنا أشوفكم كلكم يعني أقول إيه قادة مصر وشباب مصر سواء بنات أو شباب. وبشكر الأكاديمية ورعايتها ليكم وإن هي بتبص فعلا لمستقبلكم إن كنتم مش كدارسين زي بعض جامعات كتير، لا إن انتوا كمان بتأهلكم لسوق العمل وبتفكر لكم زي بابا وماما في البيت. هو عايزك بعد سنوات الدراسة والتعب والمصاريف انت هتطلع تشتغل. وبشكر دكتور محمود ورعايته لكل الطلبة وأقول لكم أنتم كنتم عند محل ثقتنا فيكم كهيئة تدريس وكم مربيين قبل ما تكونوا دكاترة بتدوا مادة علمية. وده أنا عن شخصي بقول انعكاسكم السلوكي والتربوي أنا شفته في ابني ولمسته في زمايل ابني من خلال أعوام الدراسة الثلاثة اللي قضاهم ابني وزمايلي معاكم. وأتمنى ليكم مزيد من التوفيق والنجاح وألف شكر. والآن مع كلمة الدكتور شكري عبد المجيد صابر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تفضل. كل سنة وأنتم طيبين. الأول أولاً ده ثالث لقاء بالنسبة لهذا الكيان التعليمي. أولاً كون إن أنا أتكلم باسم أولياء الأمور فلازم أذكرهم في الأول، إخواتي وأخواني أولياء الأمور، كل أب
وكل أم يحمل هم ابنه أو بنته ومستقبله. ثانيا الأستاذ الدكتور عمر صقر، هذا الصديق الغالي العشرة، الوفاء الإخلاص بالنسبة للأكاديمية. الأستاذ الدكتور محمود جدالله، هذا الأخ الغالي جدا 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 كتربوي أولا، وأنا النهاردة يمكن تالت لقاء بيه عرفت ليه هو بيخس وبيكبر. تمام؟ يعني تالت زيارة لقيته خس وكبر، وهو برضه زيه زي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ لأنه شوف الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيحلف اليمين، وشوف النهاردة الشغل والمجهود بيخلي الواحد يخس ويكبر. فعرفت النهاردة سر ليه الدكتور محمود النهاردة بيخس ويكبر. بعد كده هتكلم في ناحيتين من خلال تجربتي في أكثر من 30 جامعة على مستوى العالم ككيانات علمية، سواء بالتدريس أو الإعارة أو الإشراف أو المؤتمرات أو الكلام ده. يمكن ما خدمتش في مصر كتير، لكن شفت تجارب عالمية كتيرة جدا، وعارف باعتبار أن أنا بتكلم باسم أولياء الأمور، عارف ما يشغل بال أولياء الأمور إيه. أولاً التوظيف والتشغيل. التوظيف والتشغيل هو أكتر حاجة بتشغل الأب والأم. أنا بقول له بالنسبة للأكاديمية ما تخافش. ما تخافش ليه؟ لأن مش عارف هو من حسن الحظ ولا من سوء الحظ، إن أول مقالة طلعت عن العولمة كانت سنة 68. سنة 93 بدأ العرب يتكلموا عن العولمة، ونشأت الأكاديمية سنة 93. بعد كده سنة 95 بدأنا نتكلم. فأنا بتعامل مع طالب له كينونة تانية غيري. يعني أنا اتخرجت في الثمانينات، لا، الطالب اللي بيتخرج النهاردة له كينونة وله ثقافة وله روح على العصر أكتر من كده بكتير. شعار الأكاديمية، ودي اللي هختم بيها، لسنا الوحيدون ولكننا الأقوى. كمان مرة، الأكاديمية بخير الحمد لله، طالما عليها ناس زي الدكتور عمر صابر، زي الدكتور محمود جدالله، الله أعلم الناس دي بتبذل مجهود قد إيه، بتحب الطالب قد إيه، بتقدر قد إيه، بتعمل إيه، بتسوي إيه، بتروح فين، بتيجي منين، بتتعاون مع مين لمصلحة الطالب ولوجه الله عز وجل ولحب الوطن. وبقول للشباب الصغير ثلاث حاجات: ثق بربنا، ثق بوطنك، ثق بكليتك وبتخصصك العلمي. وشكرا. والآن مع كلمة ممثلي الخريجين، مع الخريج الباشمهندس روبرت الأمير فريد، اتفضل. مساء الخير، أنا اسمي روبرت الأمير، أنا خريج مودرن أكاديمي دفعة 2014-2015. أولا أنا حابب أشكر دكتور محمود على الدعوة اللي جوهالي النهاردة أن أنا أتكلم كلمة ممثلي الخريجين. الحقيقة أنا ما كنتش محضر برزنتيشن كويس أو توبيك أتكلم فيه كده، فخلوني أحكي لكم قصة صغيرة مش تاخد من وقتكم أكتر من 10 دقايق. دخلت الكلية دي بعد ثانوية عامة زي أي طالب، مش هضحك عليكم، ما كنتش فاهم أي حاجة في الدنيا، ما كنتش عارف أنا هعمل إيه ولا الدنيا هتمشي معايا إزاي ولا أي حاجة. داخل خايف زي أي طالب. بس الحقيقة لما دخلت هنا لقيت إن الموضوع مختلف شوية. خلوني اكون صريح معاكم، كل الناس قالت لي انت داخل تعليم خاص فانت مش هتتعلم اي حاجه. الكلمه دي يمكن ناس كتير منكم سمعتها، ويمكن ناس كتير كانت مخضوضه منها في الاول، وداخل على هذا الاساس ان هم 4 سنين هيتقضوا وخلاص واخد بكالوريوس والموضوع انتهى بالنسبه لي على كده. لما دخلت جوه لقيت ان انا لا، انا لما بحضر انا بفهم كويس، ده انا لما بحضر لا، في ماده علميه كويسه بتدرس، في حاجة كويسة أنا بسمعها هنا ممكن تعمل حاجة للمستقبل. فبدأت أفكر في الموضوع، طيب خليني أستفيد من هنا. المهم خليني أختصر عليكم الوقت، لحد ما جيت لسنة تالتة أنا كنت بتعلم زي أي طالب عادي جدا، ما كنتش طالب متفوق إطلاقا، بالعكس أنا طالب من الطلبة اللي تقديراتها كانت وحشة يعني. بس جيت في سنة تالتة يمكن الموضوع ابتدى بمشروع التخرج، قررت ان انا مشروع التخرج بتاعي مش حابب اعمل حاجه تقليديه، مش حابب اعمل الحاجه اللي كل الناس بتعملها. قعدت مع زمايلي وفكرنا ايه اللي ممكن نعمله، ففكرنا في بروجكت الكواد كوبتر. الكواد كوبتر اللي انت شفت صورتها من شويه دي،
طيب الكواد كوبتر دي حاجه معموله قبل كده، احنا مش اول ناس نعملها. ايه الحاجه اللي احنا قررنا ان احنا نعملها جديده ونفكر ازاي نعمل حاجه جديده؟ احنا قررنا ان احنا هنعمل الكواد كوبتر دي بدل ما هي اوفر كنترول، لا احنا هنعمل حاجه اسمها يو اي في انمانيد اير فيكل. يعني ايه؟ يعني الكواد كوبتر دي مش هكون محتاجه حد يتحكم فيها. بمنتهى البساطه انا ممكن اقول للكواد كوبتر دي تروح السلوم وترجع وانا قاعد من غير اي حاجه في الدنيا، تروح تادي ميشن معينه وترجع تاني وانا قاعد. الحقيقة البروجكت ما كانش سهل خالص، ولكن احنا لقينا سبورت كتير هنا. يمكن دكتور محمود كان بيدينا شوية افكار كتير جدا، ساعدنا في شوية حاجات نسيرش فيها، وخصوصا الموضوع كان لسه جديد موضوع الروبوتكس، ولكن قدرنا ان احنا نخلص المشروع ده. خلصنا المشروع ده، دكتور محمود ساعدنا برضو ان احنا عرضنا البروجكت ده في الكلية الفنية العسكرية. زي ما هو قال لكم كان حضر البرزنتيشن ده اللي هو محمد العصار، ما كانش لسه بوزير الانتاج الحربي، كان لسه في وزارة الدفاع. المشروع عجبه جدا، وبالفعل كانوا اتكلموا معانا ان هم حابين يطوروا الموضوع لنسخه اكبر ونسخه ميدانيه، ان هي تقدر تؤدي ميشن عسكريه بالكامل. ولحد هنا انا كنت اتخرجت من الكليه، وبدات ان انا زي اي طالب بدور على شغل في سوق العمل. وبدات اتصدم للمره الثانيه لما بدات اسمع الناس بتقول ده انت خريج تعليم خاص انت مش هتلاقي شغل، انت لو خريج جامعه حكوميه كنت هتلاقي شغل اسهل من كده. بالفعل رحت عملت انترفيو في شركه، عديت الاتش ار وعديت الاي كيو وعديت كل التيستس بتاعتهم. ففي النهايه انا اتحطيت ويتنج ليست لسبب بسيط جدا. قالوا لي اصل انت مش خريج جامعه حكوميه، فاحنا بناخد بريوريتي للجامعات الحكوميه الاول بعد كده انت. الدنيا اسودت فش طبعا ساعتها، اكيد متخيلين الموضوع كان عامل ازاي. فجاه كده حسيت ان كل الناس دي كان كلامها صح. الناس فضلت تتكلم معايا ولا انت لازم تطلع السلم واحده واحده ومفيش حاجه كده، وابتدي اشتغل على نفسك وخد كورسات واعمل. الحقيقه انا قررت اعمل حاجه مختلفه شويه. انا قررت ان انا بدل ما انا هطلع السلم واحده واحده، انا قررت ان انا اشتري السلم. فالحقيقه الموضوع ابتدى معايا ان انا لا انا مش هشتغل عند حد، مش هشتغل في مكان، انا هفتح بيزنس ليا. اجرت مكتب صغير، استلفت فلوس، اشتريت شويه فرش بيه، تمام. قررت ان انا هفتح سوفت وير هاوس خاص بيا. وبالفعل بعد ما اتخرجت بثلاث شهور فتحت سوفت وير هاوس. سوفت وير هاوس دي اسمها ام اس جي. النهارده ليها ثلاث فروع في مصر، ليها فرع في القاهره وليها فرع في اسكندريه وليها فرع في اسيوط، بيخدم جنوب مصر ومنطقه الصعيد، تمام. فانا كواحد خريج مودرن اكاديمي انا حابب اقول لكم كلمه صغيره. انسوا خالص اسم الأكاديمية، اتعلم الحاجة اللي انت بتتعلمها هي اللي بتشتغل. النهاردة انا كواحد عندي بيزنس بتاعي، عندي موظفين، عندي كذا حد بيشتغل. لما حد بيجي يقدم سي في او حد بيجي يشتغل انا ما بسألوش انت خريج ايه اطلاقا. من الناحية التجارية انا بسأل الراجل ده انا هكسب من ورائي، مش بسأل اطلاقا هو خريج جامعة حكومية او خريج حتى الاي او سي او خريج اي حتة في الدنيا، مش هيفرق معايا اطلاقا لما السي في بتاعي يكون مكتوب ان هو خريج اي او سي وما بيعرفش يشتغل ومش هيفيدني في اي حاجة. مش هيفرق معايا اطلاقا، ومش هيفرق معايا اطلاقا لو الراجل ده مش متعلم حتى او حتى ما دخلش كليه، راجل ده معاه ثانويه عامه وبيقدر ان هو يؤدي لي التاسك المطلوبه منه وبيقدر يخليني اكسب وبيقدر يكمل لي البيزنس لاين بتاعي. النهارده انا غير السوفت وير هاوس بتاعي، انا بشتغل في بعض الجهات السياديه. انا بشتغل في قطاع الاعلام في وزاره الداخليه. انا النهارده عندي شغل، عندي بروجكت بتاعي في رئاسه مجلس الوزراء، عندي بروجكت بتاعي في القرية التكتيكية في وزارة الدفاع. انا عملت دول وانا خريج مودرن اكاديمي لان انا كنت حابب اعمل دول. الموضوع يا جماعة ملوش علاقة اطلاقا بانت خريج مودرن اكاديمي او خريج ايه. مودرن اكاديمي علمتني حاجة واحدة، علمتني حاجة اسمها how to think. انا بالنسبة لي دي افضل حاجة انا اتعلمتها هنا. المادة العلمية يا جماعة متاحة على الانترنت عادي جدا، الكورسات كلها موجودة في كل المراكز. اي ماده علميه انت محتاجها تقدر تجيبها من على الانترنت ومن اي جامعه في الدنيا انت تقدر تلاقي الماده دي. الحاجه اللي انت اتعلمتها اسمها هاو تو ثينك. هاو تو ثينك بتعلمك ازاي تفكر، ازاي تعمل بروجكت، ازاي تعمل بيزنس. التعليم ما بيقتصرش على 1+1=2. 1+1=2 دي موجوده وسهله جدا على الانترنت، لو فتحت جوجل هتلاقيها، مش محتاج ان انت تحفظها. اللي بيفكروا ان هم يحفظوا غالبا هم دول اللي بيطلعوا بعدين يقولوا لا احنا مش لاقيين شغل، احنا مش عارفين نعمل ايه. على فكرة مش هتلاقي شغل لان انت مش عارف تعمل حاجة. فانا النهاردة كواحد صاحب شغل انا هشغلك ليه؟ انا لازم اشغلك عشان تعرف تعمل حاجة. حاجة اخيرة حابب اقولها لكم، ثقوا في نفسكم كويس جدا، انتوا تقدروا تعملوا كل حاجة في الدنيا.
الناس اللي بقى معاها ملايين ومليارات والارقام الفلكيه اللي بتسمعوها دي في يوم من الايام ما كانش عندهم اي حاجه اكتر من هما كانوا طلبه في جامعات وعندهم فكره. الموضوع ما كانش اكتر من كده خالص. الناس دي ما وجدتش فلوس وما صحيتش بكره الصبح لقت معاها ورفات وكل الكلام ده. من سنتين لما انا فكرت افتح ام اس جي انا استلفت 30,000 جنيه عشان اقدر افتح الكارير ده. النهارده انا عندي 15 ديفلوبر بيقبضوا مرتباتهم كل شهر مني. شكرا جدا، انا طولت عليكم بس انا كنت حابب اقول لكم ثقوا في نفسكم شويه. ونعم مع تكريم الهيئه المعاونه، وذلك تقديرا للجهد المبذول في العمليه التعليميه لسنه 2016-2017 مع مدرس مساعد محمد عبد الفتاح. يتفضل. مدرس مساعد شيرين علي الفيومي. معيدة رنا إيهاب عبد القادر. معيدة نهى علي محمد. معيدة داليا سامح كامل. والآن مع أوائل الطلبة للعام الأكاديمي 2016-2017 وطلبة الفرقة الرابعة الخريجين، المركز الأول مع مرتبة الشرف الخريجة ندى عادل سعيد إبراهيم إبراهيم. المركز الثاني مع مرتبة الشرف الخريج عمرو مصطفى محمود مصطفى السيد. المركز الثالث مع مرتبة الشرف الخريجة دينا عبد الخالق عبد الخالق إسماعيل. المركز الرابع مع مرتبة الشرف الخريجة هاجر أحمد مصطفى محمد. المركز الخامس مع مرتبة الشرف الخريج عصام حسن البنا عبد الحليم عبد اللطيف. والآن مع أوائل الفرقة الثالثة، المركز الأول الطالب أحمد محمد مصطفى أحمد محمود. المركز الثاني الطالبة أمنية محسن محمود عليوة. المركز الثالث الطالب مينا عماد فهيم أنطونيوس. المركز الرابع الطالب أشرف سيد محمد علي درويش. المركز الخامس الطالب أحمد محمود فؤاد محمد. الآن مع أوائل الفرقة الثانية، المركز الأول الطالبة مريم حسين علي ماهر قطان. المركز الثاني الطالبة ميرنا صفوة عزمي. المركز الثالث الطالبة حنين محمد محمد عبد الحميد عبد اليزيد الحمد. المركز الرابع الطالب محمد عبد الحميد محمود عبد الحميد. المركز الخامس الطالب محمد عفت عباس عبد الهادي. والآن مع أوائل الفرقة الأولى، المركز الأول الطالب عمار مجدي عبد الحجري. المركز الثاني الطالب أحمد نبيل عبد المنعم نبيل ونس. المركز الثالث الطالب أنس توحيد عبد الحميد سعد. المركز الرابع الطالب كريم عماد فؤاد علي. وأخيرا المركز الخامس الطالبة سارة هشام فاروق المهدي. والآن مع تكريم الطالبات الحاصلات على المركز الأول في مسابقة نوادي العلوم التابعة لوزارة التعليم العالي، الخريجة منة الله حسن محمد ممدوح. الخريجة هاجر أحمد مصطفى محمد. الخريجة ندى عادل سعيد إبراهيم. الخريجة كاترين نميل فوزي.
الخريجة هدير علي محمد مرسي. هدير كاتب. والآن مع تقديم الطلبة المثاليين على مستوى التعليم العالي لسنة 2016 و2017 والحصل على المركز الأول بين السنتين على التوالي الطالب خالد برنس إسماعيل الأمل. الحاصلة على المركز الثاني بنات حنين محمد أبو يزيد الحصري. والآن مع تكريم رؤساء الأسر الطلابية وذلك في المجهود المبذول تفاعلهم النشط مع القسم أحمد هاني محمد حميدة محمد عبد المجيد عبد الباسط والآن مع تكريم الطلاب المشاركين في يوم الهندسة المصري لعام 2016-2017 الطالب أحمد عاطف محمد الطالبة أمنية محسن محمود عليوة الطالب أحمد أمين عبد الرحيم الطالبة رانيا محمد عبد العزيز. ننتقل إلى كلمة مع دكتور محمود لختام المؤتمر. طبعا الشكر الجزيل للسادة الحضور كلهم احنا كنا يعني عاملين غير على البنك الاهلي للاسف ما حدش حضر من البنك الاهلي فاحنا يعني بنبلغهم رساله شكر كجهه عمل يعني بتساعدنا في موضوع التدريب والتوظيف. ارجو ان شاء الله يكون المؤتمر ادى الغرض منه ونتمنى المركز الثاني الطالب احمد نبيل عبد المنعم نبيل ونس. المركز الثالث الطالب أنس توحيد عبد الحميد سعد. المركز الرابع الطالب كريم عماد فؤاد علي. وأخيرا المركز الخامس الطالبة سارة هشام فاروق المهدي. والآن مع تكريم الطالبات الحاصلات على المركز الأول في مسابقة نوادي العلوم التابعة لوزارة التعليم العالي.